السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على فئة بير تي في في برنامج الدوار، من دوار لدوار، والمسكين ما زال يتسخن على العرعار، من دوار لدوار، و1000 دولار، و إن شاء الله الشعار هذا غادي يتغير، باسكو الشعار هذا كان يقولوا الشيخ عطى الله ربي يرحمه في ذكر الركضة. اليوم رانا 2021، نتمنوا الصحة إن شاء الله، ونتمنوا العافية، مبروك عليكم صحة عيدكم، تباعد 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 التباعد. اليوم تاني عاد الثاني نديروه ان شاء الله. البارح كنتوا شفتوا الشيخ سلطان، اليوم كيف رانا عاد متواجدين في مدينه العلماء. انا حبيت نبروفيتي لوكازيون باش نديروا هذا البرنامج هذا. طلع لي كاميرا شويه، حبيت ندير هذا البرنامج هنايا شويه باش نخرجوا شويه من الغاز والضوء والماء. برنامج عائلي راه يدخل العائله الجزائريه، والحمد لله شرف كبير لنا كجزائريين، وعندنا محبين داخل وخارج الوطن. وراه الشاف تاع ابو دعمي قاعد تشابه وتخوفوا. السلام عليكم. السلام. كي راكم لاباس غير؟ والله لاباس الحمد لله. انتم بخير؟ ايوا تقعدوا معنا ان شاء الله في البرنامج. ان شاء الله ان شاء الله. رانا معاكم. لا منا من العلماء. من العلماء. جمعية هيثم للبارود والفولكلور. اهي تريبيا تقدر تجمع غير تقولها تروح. ايه. روح يعطوها. ايه ضربوا الريحه كريكم. هيا. هيا سيرس بوب الواحد. هيا. هيا روحوا تسيرس بوب الواحد. هيا. نبقاو انا وخويا هنا. وليدي برك نحكم. باسكو الباردي هادو كاع زعما كاع خشان ياكلوا. كرونطا ياكلوا بقرزم. ها؟ قرزم. ياكلوا. ياكلوا. ياكلوا ياكلوا. هيا تربي احنا نروحوا نشوفوا واش كاين في البرنامج ونعاود نرجعوا. سلم قالك ولا زيستوا في البير سي في من دار لدار عندك لا تزبي وريح في الدار. تشرف بكم مدينة سطيف، بالاخص ولاية سطيف، تشرف بكم مدينة عين نزال، متشرفين بكم، متشرفين بمعرفتكم، وان شاء الله عام خير، وعام ان شاء الله، وعام ان شاء الله تنحى الوباء. بسم الله، متشرفين بكم بمناسبة السنة الجديدة، العام الجديد ان شاء الله يا رب العالمين، الله يعيدوا علينا بخير وعافية ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يرفع لنا الوباء ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يحفظ البلاد هذه ان شاء الله والجزائر العزيزة. والاخ توفيق وكل طاقم حصة الدوار، وان شاء الله ربي يجيب الشفاء لرئيسنا يا ربي. وش فينا حزين احنا من قلوبنا، احنا قلوبنا مرضى بزاف بزاف، لو كان تصفى القلوب يصفى كل شيء. الله ان شاء الله يخلي الجزائر ديما منوره، ومهما تكون واش يكون، مهما تكون واش تكون، كما قال لي الاخ الصديق الحاج بلبش، بلادك تبقى بلادك مهما يكون واش يكون، ربي يجيب الخير. اعطينا مقطع يا سلطان، اعطينا مقطع. ونير يا البارود نير 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 لحق الخليلان نص نهار يقيل. ونير يا البارود نير 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 وعام سنا خايف لا لا بلا نقول لك دادا اي خوي دادا. ايوا اسمعوكم احنا البرنامج تاعنا راهو عدم تواصل، اليوم حبينا ندير لكم هذا العدد، نخرج شويه من الغاز والضوء والماء والغرقه. دوكا رانا مع الفرقه اللي شناها زهاتنا خويا عرفتونا، تعرفوا عليك تبارك الله عليك. معكم المعاوي مبروك، جمعيه رئيس جمعيه هيثم للبارود والفولكلور على مستوى بلديه العلماء. احنا نشاط ثقافي نشطوا هذا العام كورونا. كورونا السنة رانا حابسين، الله غالب، ربي يجعلنا ربي يرفع علينا هذا البلاد ان شاء الله، وان شاء الله نوليو لعادتنا القديمة، وحنا للزهو والبارود والشطيح. ضيعتوا هذا العام حفلاته؟ ضيعناكم بزاف. هم على بالك الفرق والفرق كما هذو يعيطوا لهم التدخل سريع، يعني كما البياري انتم هذو هم البياري 404 باشي ايوه ديراكت الغبار خليوه رانا. ايه وانتم باش عارفكم فرقه راكو ايكيب اصاحبي؟ احنا رانا قريب في 30 واحد الله يبارك. 30 حرب ولا ساري؟ ايه كاين اللي يشتي الزاو، يشتي البارود، الخيل، القصبه. تريبيا وفي الفليكيب عندك البنادريه، عندك شناد معك تذرع الصغار. عندي القصبه، عندي البارود، عندي الخياله. ايه عندنا كلش. جمعية أغري بارليطا وكل شيء. جمعية أغري من عند البلدية كلش. أيوة كيما كاش الجمعية كاين خدمة أخرى ولا هادي؟ كاين خدمة. أبار كل واحد وياش خدمته. كل واحد. مانوفري. واحد طولي، واحد قهواجي، واحد بطبيخ، وواحد ماسو، وواحد مونيفري. وتعلموا هذا ولا فن ولا هواية؟ فن هواية من الصغر. أيوة. من الجدود هذه هواية الجدود. أيوة. تراث الجدود. تريبيا ولا ضارب فيها لا. لازم الكاش. أنا سييتها البارح، عطيها لي تشوف. راسك كالبوينتور
واحد الكارو انت هذه تاع شاويه نورمال هذه شاويه شاويه تبع للشاويه صح احنا انا شاويه باش نعرف ايه احنا دوكا تابع للشاويه ايه ايه تري بيان شوف الفيلطاج تاع راسي ما راه عندي هنا فيه سهر نقص شويه ايوا هذه لازم تحافظوا لنا على التقاليد لازم نحافظوا على التقاليد ونحافظوا على تراث المناطق كل منطقه عندها تراث لازمنا نحافظوا عليه وماذا بينا احنا الشبيبه هذه اللي راهي دوكا الدور تاع تيك توك ولا شكون تاع تيك توك هذا وبلا تيك توك هذا يدنقول سراو لنا برك يهزوا العبره اسمح لي بغيت السروال هذاك المقطع يا السروال زعما بهذا السروال غتمشى برا والله نمشي ومخلي ولايه باك تجي فايت قاعد يدير لك لا مهبول لا مهبول مسطور الله يبارك ما هايل بصح والحايك وراه كاين قدام المدير احنا نوليو كيما احنا الصيفيه انسانا مشهورين بالملايه بالملايه وعجار الوجه كاينين حابين نوليو لاريير نوليو للتراث تاعنا القديم نوليو لاريير نوليو لاريير يقاوري افونسي وحنا نرجعوا لاريير نرجع للحشومه نعم نقلبوا الهيبه ونقلبوا الحرمه تاعنا بس هذاك وقت وهذا وقت احنا المهم كما قال اقل ضرر ولادنا يلبسوا غايه وصاي يلبسوا حاجه مسطوره حاجه نظيفه وحاجه تهز عندها منظر هكذا تقليدي ايه تري بيا احنا راكم ديما في برنامج مناطق الظل اليوم اخر عدد درناه لكم البارح شفتوا عدد واليوم راهو عدد خاص ب احنا ما درناش ريفيو على كل حال خاطينا الريفيو خاطينا احنا غير المولى الريفيو تاع مولاي مولاي وحنا يا هما ما عندهمش كل عليهم الكورو ما عندهمش الريفيو على مسنا ايا تري بيا احنا نتلاقاو بعد الفاصل سلم قالك ولا زستوا ورحب بهم ترحيب يعني كبير إن شاء الله ونشكرهم على هذه الزيارة وعلى هذه البهجة الذي أدخلوها على تلاميذ المؤسسة ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية والعودة العودة العودة الفورية إلى أرض الوطن حلول العام الجديد إن شاء الله نتمنى الخير والبركة والصحة والعافية لأولادنا أولا إن شاء الله يرفع لنا ربي هذا البلاء والوباء بمناسبة حلول السنة الجديدة إن شاء الله نتمنى للشعب الجزائري غير خير إن شاء الله وماذا بينا إحنا إن شاء الله نطلب ربي يرعى علينا الوباء هذا وتدخل علينا سنة جديدة إن شاء الله 2021 إن شاء الله بالخير مع حلول السنة هذه إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في العمل تاعكم واصل وراكم يعني حصة عائلية بامتياز عام سعيد كل عام وأنتم بخير عام سعيد نتمنى أن تزوروا مناطق ظل أكثر وأكثر كل عام والأمة الإسلامية والأمة الجزائرية بألف خير نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للرئيس تبون كان معكم مراسلكم لتيم توفيق من مدرسة قل الطاهر ببلدية عين زال ولاية سطيف سنة سعيدة كل عام وأنتم بخير سلم قالك ولا زستوا في البيغ سي في من دار لدار عندك لا تزنطي وريح في الدار يواسبكم في البرنامج تعودتوا على مراسلين التوفيق تبارك الله عليك فيك بركه لا بس الحمد لله صافا فوتنا عام مليح هايل ما شاء الله على كل حال كورونا وهديم شفنا الحلو والحلو والمر كما يقولوا الدواوير كاع اللي درناهم هنا في الشرق الجزائري التوفيق هو اللي عرفني بهم التوفيق احكي لي الدواوير كيفاش يتصلوا بك كيفاش يشتكي ولا كيفاش كذا حنايا دوك كيما نقولوا نروحوا نخرجوا نصوروا لهم كيما نديروا عليهم تقارير وذاك وميم طون نخدموا مع الجمعيات أنا ننتمي لهذا الشعب العظيم يعني بكل صراحة في الأمورات الخيرية يضمن الشعب الجزائري كل مدرسة هذا الابتدائية اللي يروحوا لها كل تلميذ يدي كمامة ومعاقم كل تلميذ والنشاطات يعني أنني درت الولايات كاملين ما خلينا حتى الولاية اللي فيها مناطق ظل نروحوا لها الجمعية الخيرية هذا وبالجمعة نروحوا نوصلوا مساعدات نديو لهم نشوفوا الحالات كيف راهم عايشين خي نشوفوا الحالات كيف راهم عايشين يعني كل خطره نكشفوا منطقه اي با يقولوا لنا وليونا
هانا بنا نعاني وها الطرقات الغاز البناء الريفي كل دوار واش يشكي بصحكي الحاجه الدوار اللي نصوروه يقلقونا لازم تعقبوها غدوه لازم كذا دوك مساكن ما على بالهمش بالبرنامج يسمى حنايا عندنا كل ايام الاسبوع ما تجيش السبت وثلاثه ما يفوتوش هما كانوا يسيبوا الاسبوع كامل وكانوا يسيبوا تجي كلها كما نقولوا تجي العشواء وزيد تعاود الصباح تحيه كبيره لهالدواوير ولا تحيه كبيره لهم ونروحوا والدواوير والغرقه وهذه وتلقاهم ساكنين يدخلون لديارهم ويفطروك وكاينين حالات على بالك دوك نتوما تخرجوا تصوروا مع الشعب وحنا نروحوا نصوروا مع المسؤولين كاينين وين حالات وين تدخلوا دخلوا المسؤولين رحنا لهم والله يبارك قاموا بهم كاينين وين خدموا لهم الطرق كاينين وين ركبوا لهم الغاز رحنا صورنا من قبل الايامات الاولى في وقت كورونا وذاك وخير رجعنا لهم مؤخرا لقينا الحاله مشات كاين اللي ركبوا لهم الماء دوك راهم في البرنامج هذا راهم داروا لهم انقاب وراحين يزودوهم بالمياه كامل يا خويا ان شاء الله ربي يخلينا لهذا الشعب ان شاء الله باش نحن في خدمه المواطن ان شاء الله ان شاء الله ورانا في خدمتهم ويتصلوا بنا ان شاء الله رانا في الخدمه وين دوار بربي ان شاء الله هاو جاي في 2020 هذا ان شاء الله ان شاء الله ونزيدو نزورو البلايص كامل اللي رحنا لهم واللي ما رحنا لهمش انا عندنا ولايه الشرق لهنا ان شاء الله انا كامل نزورهم ان شاء الله يعطيك الصحه توفيق الله يسلمك هيا ونتلاقاو ان شاء الله كما قال رانا في هذا العام ان شاء الله يلا راكم عدد ما في برنامج الدوار سلم قالك ولزست في البيرسي بي من دار الدار عندك لا تزبطي وريح في الدار أيوة شفت كيفاه التشخيص المبكر خطوة اطمئنان قبل فوات الأوان ولبرنامجنا أسر يا ورا حطها لي قولي قولي كم هي قولي كي تقول لروح واحد ايه قولي قولي كم هي ايه كي تقول عاد قولي قول لها روح كي تقول لها إيه؟ قولي كيفاش هذه تاع أرواح ليا ها أرواح ليا بلونغلي لا تاعك اسمع لي قولي كي تقول لواحد قول لها روح لا كم هي ولي باش تقول لها روح كي تقول لها هي روح واحد يا صاحبي وا كي تقول لها هكا تقول لها روح ليا كيش نقول له تقول له كمان هير ياك ايه وباش يروح كيش تقول له ها نمشي شقه نقول له كمان هير ها سهل ولا الدفعه يجي بسم الله الرحمن الرحيم اندو سليم دير لي كوتير في ودنيك دير لي كوتير دير لي كوتير كش ما تسمع تخخشخيش ولا وروح امي تبون جلالة سيبون مبروك وريني ضولي كاليتي ضولي لكاليتي تما هيا روح لي التوفيق نظم الحالة بيها هيا هلا جاي باش نديرو تما لا هيا روح نظمها او ما تريد لا سكتونا شويه اسمح اسمع وزيد بحاجه نشكر الفرق اللي عدت معنا قبيل ما شاء الله هذوك مازال ما فاتوش من على البرنامج مازال يخليني نشكر ما عجبوني هذا مش نفس الكاميرا هذا نقول لك الشيخ سلطان لا كي كانوا يندبوا كانوا مليح لا هذا في العاده تزاوج تاع غدوه صوتهم سيبو المهم حنا الموديفيو يا كاين لا بيرش كاين ولكن العجز شتاف لا بيسي ايوا هذه كواليس التصوير تاع البرنامج تاع الحيط هذا بزاف الناس راهم يحوسوا وين جاي واش ما دير لهمش مسابقه علاش ها واش ما دير لهمش مسابقه مسابقه تاع باش الناس ديكوفري هذا الحيط يعني احنا نقبضوها ابي من كل تورناج نقبضوها ابي والجماعه وين راهم ها بس
واه اي قعد هكا كنزيد نهود لابرش اوه انا خواف صاحبي البرد راه بابا 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 هذا ثاني ابراهيم هذا اشوف هذا ايوا استي وراه يا شباب احنا ديما نجيو لهذ البلاصه هنا نديرو تورناج تاعنا الحمد لله على النعمه دوكا راه باش نطيبو شويه مرقاس هم يلك طف العطب والشتا راه يدير حاله الله 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 اودي الحطبه اللي تلقاها رفدها وخلاص واش نزيد نجيب نادر كيما هكاك ساي ساي ها اي هذا بزاف هذا يقعد لك هذا الغدوه اكبر دال نعطيك هذه يا سليم اقعد بس معليش هذه بركه متاع لا يشعل يشعل ولا يشعل عطوني البريكه البريكه ما عندناش تخيل قاعد نجري ومن بعد ما كانش بريكه كيران بالطوق يا ابراهيم كاين عندي هاد الدوسي نمشي نجيبه تعاش دوسي على السكنه والله لا الدوسي راه عندي فيه خلي 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 راه مليح هادي طفات لا لا غير خلي خلي تفتح النار ما تطيح ما والو بعد ما يشعل معها لا لا غير خليه ولا اللي يشعل بالخف تخاف ما يطيح لا لا ولا اللي يشعل سلي مقلك ولا زيست في البير سي في من دار لدار عندك لا تزبي وريح في التار المرشار والتقطار والعود والخضار جي انيس جينيراسيون بغيت في جيل البرنامج تعودتوا عليه فيه القصبة والقلال احنا لو بوين فور تاع البرنامج تاعنا هو القصبة والقلال يعني نبقاو ديما في التراث في الأغنية البدوية القديمة والأصيلة الأغنية البدوية القديمة والأصيلة باسكو الدوار الفنانين المشهورين كاع خرجوا من الدوار سواء يكون قبيلي سواء يكون شاوي ولا من الغرب الجزائري ومن الصحراء يكون خارج من الدوار المسؤولين اللي راهم في الدولة جايين من الدوار يعني الدوار هذو راه عنده واحد القيمة لهذا برنامج سي رئيس الجمهورية سعد المجيد تبون راه يركز على مناطق الظل وحنا بطبيعة الحال كبرنامج عبدنا طريقتنا الخاصة كيفاش نوصلوا لهاد الدواوير حنا ان شاء الله نتمناو يدعمونا ولكن معنويا فقط يدعمونا معنويا باش نوصلوا الرسالة تاع المواطن خويا جانا من مدينة سعيدة هو فنان في سعيدة نعرف شاب مامي هادي شعال ما شناكش من نهار بغيت نجبد له تاع الكادر الشاب مامي تحياتنا من المحبي تاع الفنان مامي الشيخ كريمو الله يبارك الشيخ كريمو كان فات معايا خطره في برنامج ونديروا ثاني تحيه لاختنا حسنيه مؤخرا دارت لنا اغنيه تاع قول المير وصرافينا تير هلا لا ايوا تري بيان نروحوا دوكا الشيخ جلول هذا جلول عن قريب يا ما ان شاء الله وتشوفوه معنا في الجينيريك تاع 2021 ان شاء الله تبارك الله عليك سي جلول يبارك فيك شيخ اسمك جلول شيخ جلول سعيدي شيخ جلول سعيدي بصح جان الله يبارك فيك انت مسمي روحك الشيخ ولا هما يعيطوا لك الشيخ هما يعيطوا لي شيخ الشيخ ماشي بارابول كوبر ولا لا شيخ الشيخ في الغناء الشيخ في الغناء وما نتكبرش على احبابي وقادر هذيك اللي تبغي تكبر هذيك اللي تكبر الله يسهل لك لا تكبر ومقبره العظماء هذيك اللي تكبرت لا. ما عنديش هذه سي سليم محترم كاع الناس يعيطوا لي شيخ تريبيا وعجبك البرنامج تاعنا وحبيت تشارك معنا في الفرحه بزاف وفرحت فرحه كبيره كي عيطوا لي وجيت لخوتي الله يبارك احنا في البرنامج تاعنا نحاولوا ديما نكتشفوا ناس ما فاتوش في القنوات ما فاتوش في التلفزيونات احنا هذا هو البرنامج احنا مالاش تاع نفس البلاطو نفس الوجوه يا سي فري ما ماناني مطول في التلفزيون بزاف ولكن انا قديم شويه شويه قديم اي يا سي جلول القصبه والقلال القصبه تقليديه انت تغني بصح ما شفتك تضرب ما فهمتش لا هذه قصب بها ولد ملال هذه ديتها لي هذه تاع الشيخ ولد ملال تاع الشيخ ولد ملال هذه هذه اعطيها لي نخدم بها هو حجز ضربك حبس راح البيت ربي صي حبس وبقات لك هذه بقات هذه عندي لسها عندي عطاها لي كي جا رايح قال لي هذه تشدها سما انت كي تعاود تروح تحج تحبسها انا هذه نعطيها لواحد ثاني وهي رايحه وهي رايحه سما تباصيهم
الشيخ ملال ربي يحفظك ان شاء الله، ونعاود نترحموا على الفنان الشيخ ابراهيم التخمرتي. ابراهيم التخمرتي ما ننسوش، ربي يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. هذاك شيخنا وثاني هو ورانا، نفرحوا به يفرح بينا. رحمه الله عليه ان شاء الله الواسعه. الله يصبر اهله ان شاء الله. امين امين. اي تريبي حبينا نزيد نسمعوا صوتك شويه هكا، بصح في الاغنيه قاصبه في القلال. عندك صوت، عنده صوت ما شاء الله. ايوه هيا اخويا انسف انفخ تريبي. شويه وجينا زيار لحبابنا ونفوتو، وجينا زيار 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 نشوفو حبابنا ونولو. يا ونفوتوا ونفوتوا على طريق محفره، والطريق المحفره خاصها القدرون. طاب قلبي طابا يا الحباب، طاب قلبي طابا خمام ونبكي على حبابي الحال بعيده. طاب قلبي طابا يا الحباب، طاب قلبي طابا خمام ونبكي يا كنا والفرق صعيب. وهي جينا زيار يا الحباب، جينا زيارة نشوفوا المقامة والحبابنا ونولوا. راني مهموم يا الحباب، راني مهمومة يا نشوف حبابي الطراح البال والروح. وهيا وهيا رايس تبون يا الحباب، رايس تبونا نطلبوا له الشفاء هنا والمرض يروح. وهيا وهيا تسقم بلادي يا الحباب، تسقم بلادي يا تسقم بلادي يا نايا وخمم ليه. وهيا وهيا زيارة، جينا زيارة لبلادي الشاوية ونولو. وهيا وهيا راكم ديما في برنامج الدوار يا سي عبد المجيد تبون، ما تنساش الدواوير نديرو لهم ان شاء الله القدرون. سلم قالك ولا زستوا في البير سي في من دار لدار، عندك لا تزبي وريح في الدار. واسمعكم لكل بدايه نهايه، والنهايه تاعها ان شاء الله العام اللي فات راحت زمار وقصبة ان شاء الله هذا العام ما طرش علينا غير بندير. ان شاء الله نتمنوا الخير، و2021 طلبوا الصحه ان شاء الله، وربي يشافي المرضى، واللي ماتوا الله يرحمهم، واللي مازال ما تزوجوش ان شاء الله يتزوجوا. الشباب اللي ما راوش خدام ان شاء الله باذن الله يلقى الخدمه ان شاء الله. هذاك اللي ما عندناش مشاكل. ايوا وحنا نتمنوا الصحة الكامل للجزائريين بالأخص رئيس الجمهورية، نتمنوا لك الشفاء إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. وزيرنا الحياة، الشباب راه معاك، زير الحياة خويا هكا. إن شاء الله ربي ينصر كل مؤمن إن شاء الله يا ربي. أيه تريبيا، نختموها بأغنية شابة، خليكم تسمعوا الأغنية وأنا ما عليا غير نقول لكم تبقاو على خير، يا وجوه الخير، يا اللي صار فيكم التير، وتخلطوكم لزافير، ما عرفتوها لا مع الوالي ولا مع المير، برنامج الدوار وقتلنا الغبار. يا روح روح يا روح روح الشايب، روح روح يا الشايب، روح وزرب يا روح وزرب حبيبة قلبي ريحتك تخطب، يا الشايب الحب يعذب. يا روح روح الشايب، روح روح يا الشايب، روح وزرب يا روح وزرب حبيبة قلبي ريحتك تخطب.
الحب يعذب يا حبيبتك قلبي رح تتخطب يا